3.7 مليون هكتار مشروع السد الأخضر للجزائر، ومن خلال إعادة بعث هذا المشروع سيمكن من تشجير 1 مليون هكتار مطلع 2035، مشروع من المرتقب أن يتدعم بأكثر من 40 مليون دولار من قبل الصندوق الدولي للتغيرات المناخية. الآن أصبح يعني لما اكتملت الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للدراسات استبين لنا أن مساحة السد الأخضر الحقيقية هي 3.7 مليون هكتار، ولما نقوم بتنفيذ المخطط الذي وضع سنصل إلى 4.7 مليون هكتار. السد الأخضر الذي عرف تجسيدا في السبعينيات من القرن الماضي على امتداد 3 ملايين هكتار وعلى طول 1500 كيلومتر مرورا ب13 ولاية، إعادة تأهيله يعتمد على أسس علمية دقيقة. ضمن هذا المجال الجغرافي يشجر جزء اللي هو قمم الجبال والواجهات المعرضة للأمطار اللي فيها مكسب من الأمطار باش يكون التشجير ناجح، تمثل ماكسيموم 16 أو 20%. 80% الأخرى تناقش فيها الناس بطريقة جدوى مساهمة الأهالي سوق بلاس باش نعرفوا شنو هو الطريقة باش يكون الرعي تاعنا مش رعي جائر. أكثر من 200 منطقة ظل بالولايات المعنية بتوسعة السد الأخضر. هذا المشروع ذو البعد الإيكولوجي يعد أولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال ومكافحة التصحر.